الشديدة وعاني يوم قاب كذا لو دقيقي انت ما حيدا لدكيو سيدا في أرح فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا وناكسن مركلي فيديو عصب جنال قادم قلس عطان وحباب فاملي أنا ومسين صور واذ مالي وناكسن هبي وناكسن صبح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي ورسو صور واذ أصحابتي رجوك صدخل صور واذ لماتي بسوود واذ ومركلي فيديو فضلا جنال قتاك وعسى سبسكراب نوصى لايك شيركم صحبا لو داك عدا ما صندهن ندو سبسكراب كوي هاي لايك لاي نوصا دماتي نوايد موضي جالو هاي سوو دو بادا ان شاء الله وحنا وضاي قصة ان شاء الله قصة دكور بليس ان وضي دعينو ان دمان انتا اخسبتالي دو كجرتو وايو ان دبضنو حاجر او عافمات كان هيسان ان هيسان هوسبتال كجرو قريا حانون الله جيفو مارك ان مركز تا ان ما اهان ان ان كهضل يعني وحياو اسكفو فضو بكاسو حاجر ان ضد ادو حانوسم سو مركين هدي الله نحكي القبن كرين إن هذا الكون أحسن بواسطقه سو إن قفقين أو دعي سيدنا وحكا متها إن فائدو ينكا سو مركان وذ دعينو إن لما ننتنا حنوصا يقف قصة أدري ما يحنون إن إلهي كدو القاضو نو بلا بقصة دينا أي قصة دا وحكا لعذي دل كافيلان قصة دا وحكا لعذي فيلان رير فيلان نسو دوية فيلان نغفير سنايو فميلا حباو النايدين سو إن شاء الله قصداني ويحكو لعدي قبر لغو مقعاو لينا لينا إيه وحي هدين قبر لبي إيو صدين جرعة لينا إيه وحي هدين متكمد معلمين معلمين تاو اسكول لد عيال كقبين حباهي هقار كقبو لينا وحاد عادي إن إيه سبرتين إيه ويل أسيقا دوك الشقينا اسكول كإيه أو أسنا معلنا هاو عيال كمعلمين وهم إيه مدمر كي ودو السعودين أو لا إيو سيديت سنة سي شاكتي أيضا يعني كهور إسبرتين أيضا لغاتن إيكو جره إسبرتين سو مركز سيديت سنة مكو ودى السعودين إيه وحان رحمرين حريرا رحمري مركو حرير كرحم يعني والي زغور سن كبضاكي والي زغور سن حريرا رحمري إيه مركو وحي لسقبين بقو يكالبوذين إيه وحي دلبة فرين وفري نينك لي غورستي مركو نينك كلا مركو غورستي وماش مرك أو يعني قصة ذاك بلاونس وماشا نينك كل إيجور ستوحو هاي إن أفرتن يو سدحجر إن نينك أسنوحو لهاي إن فمي لهورو أو إيكالاتيجين حاصر أو لشي إن إلا يو أفر عيالا أفر قبلو دي ولشو إيكالاتيجين نينك أن مرك هورا نينك أن مرك إيجور سنس إن أيضا إن وحي الهيد كبران أور الهيد سو مرك إن أور إن إلا دهين إن نينك أن موسن أو أورا لهميسن لهم كي كلا أو صفرين موسون أغاني نين عفتان أور لأذن لكن درين أو شكي أهو كجرين وحاد عادنين ننكي محيطات أقل قلين ننكي لباد أقل قلين ملكي أقل قلين مدك ديب وحاد الشيء المهي مركا ننكان أو حصوب إيس قرصة وحقوما ليهان المها لينو أسق ليها أن المهي وحقو بلابين يعني محيط راحة إستراحي وحيا وفر بضان أو إيه وصمين إن واحد بلابين إلمها إن قلو دقينها مركا إن وحاجر إن كاميروين مرمرك قار قفك أو إلمي سكولة سعون قرق قفكي أوودو إن كاميرا مركا إلمها قول كي سكولة كسانيت وحاس ليدهين كاميرا إلمها قول كي سكولة كسان محيوك هالليه لكن كاميرا حيا وفر بدنها قوسجرو إن كاميرا إلمها قول كي سكولة كسانيت مركز تهبين هبي مركز سيكل سعنجرة أو شنقرتي سويح سيكل سعنجرة هبين هبين إذا كم إذا مركو حاد عين إلا أي مدرس حتى إن أرن الجابلة إن أرن تسليات كل واحد هاد إن المها قل كيس سبرت ذكر إذا سارة المها يرقل كيس المها مركز سعنجرة إلا سدح بلوث المها يرقل كيس وحال وارك وحياة وفر بدن أو الجابلة إن سد إن المها مركو سرير تجيفه إن افتين فربضان او كو ادن هسررتيس او وحان لو جيدن افتين اني اللي دهي او وحا قلو الارك اين حبين كستقنوغ ان شنقر كاقيريس او مرك ايغ شنقر تلقيستان اه شنقر عبسي عبسي اه سيشيغ والدين تاس اين وحيا فربضان مرك اين وحيد ريمين حبين كوبة عبسي لواد سدحاد افراد إن هبين كشنا ده مرك إيه وحقه أنسي نسمع بسدهم كشي جرن إيه حال كنا إن ويسو ذن المي وحكين إن قل كودي أيق نفتر كودي عنو عبسدين وحكين إن قل كودي هردة
ninkii qolkooda hurdada keeneen sidii uu qolka ilmihi yaraa u iftiima, yani sariirtiis guriga inta kale maaha sariirti yani, ama meesha uu jiifana furaashka uu jiifo iftiin zaid u ahaa. Isla markii waxaa dhacday in waalidkii cabsi sii gasho, waag markuu beri yani just caadi noqonay, laakiin habeenku waa marka dhibaatada qolkaas oo ilmaha yar ka imaaneysa. Afar maalin kadib way ka nasteen iftiinkii, way waayeen ilmihii meeshiisii ku celin, ilmihii markii meeshiisii ku celin meesha aan ka bilaa. Waxaas leedahay marka maxay wax iftiimaan ninkii hore oo ilmaha ay u dhashay, ninkii hore yani uu qabi jiraa gabadha shaki ka qabo meeshaas, yani waxyaabo badan waxa ka soo bixi doono. Waxaa dhacday in ninkan cusub oo naagta qabo oo isleeyahay ilmahan aday ku dhashay uu habeenkii dambe uu yiri qolka anaan gelaayo adin kaamirada igala soco, waxaas iftiimay wax yihiin aanan hubinaan. Wuxuu galay sariirtii yareed oo ilmaha hoosteedii uu galay sariirtii, bikaas lagu leedahay hoosteedii ku dhuntay. Hoosteedii markuu ku dhuntay waxaa dhacday marka qofkii wax iftiiminay oo socda inuu qolkii soo galay. Qolka markuu soo galay oo iftiinkii daarmay, ninkan labada lugood ka qabtay iftiimaha, labada lugood ka qabtay waaba nin nool oo socday wax ilmaha yaryar sariirtiisa habeenka sadul imaada oo dadkan cabsida iyo baqdinta ku abuura. Ninkii markuu qabtay oo laisku soo booday naagta carartay iyo maxaad leerkii guriga daaratay, ninkii la fiiri waaba ninkii hore ay kala tageen. Ninka isla markii booliska u adeeg booliska yimid, booliskii waxay yiraahdeen haye noo waran, maxaad ka doontay ilmaha yar ee maqsinkiisa, maxay taa waxaa damacsaneed. Wuxuu yiri aniga ilmaha inaan dilima aanan rabin, soo marka gabadhan waan isqabnay, weliba laba bil intayna kasoo wareegin kala tageyni bay waxay guursatay ninkan. Ninkan hore u wada socdeen oo hore xiriir uga dhexeeyey, soo marka ayadan waxaan uga shakisanay in uur ii leedahay. Saas daraadeed marka waxaan rabaa ilmahan in aniga aan dhalay ma inaana dhalay inaan ogaado. Sideen ku ogaan karaa ayada? Ii sheeg ma yeelayso, dhowr maraan ku dhahay ilmahan ii sheeg yaa ka dhalay, ma aniga leh mise ninkaasaa leh? Way diiday inay ii jawaabto. Saas daraadeed marka aniga habeenkii aan soo baxaa, waxaan soo qaataa layr ama nal yar aan soo qaataa meesha sariirta ilmaha yaran ku aadiya iftiin. Soo marka iftiin kastira badan ha kaamirada looga jeeda, aniga wejigayga lama arkaa, maqasan soo qaataa ilmaha tintiisan jaraa, waan qaadaa habeen kasta marka aan qaado. Markaan derbiga ka booda ilmaha tintiis way iga dhuntaa, ilmaha tintiis way dhuntaa habeen kasta. Haddana waxaan israahda kusoo laaban habeenka dambean kusoo laabta ilaa afar habeen oo qisadan igu dhacday. Timaha ilmaha marki aan qaado, markii aan mooda way iga dhuntaa, laakiin hadda markaan ii qabanayaanba laba shayba usoo diyaar garoobay. In ilmaha candhuuftiisi yani aan candhuuf yar saas inta ufuuri candhuuf yar aan ka keeno, oo yani waxaan wataa caagad yar oo lagu baara kaadida, kaadida yani qofka markuu hospitaalka tagay kaadida, ama testiga oo pregnancyka ama egfashionka marka laga baarayo, waxaa jira caagad yaroo kaadida lagu shubo qofka. Caagadaas uu kala soo qaatay wuxuu ku shubay ilmi yara candhuuftiisi. Bacdan bahashan ii sheegay festaalkan ama bacdan yar oo dawada lagu shubo kaniinka iyo faytaminada qaar oo caagada ku jiro, farmasiyada markaa tagtid bac yar waxaa jirta oo festaal yar ay kugu shubayaan, bacdaas yar nagu wata oo maqas nagu wata oo ilmaha timaha kaga jaro. Ilmihii markii la fiiriyey inta dambe jaatin ma ku taala, tinta dhan way haade, ilantin waa maqas lala daba jooga maano. Ninka waxaa la yiri macquul maahan, wuxuu yiri macquula, waxaan u baahnaa ilmaha DNA-nkiisa in la ii baaro, aniga keyga la baaro, haddii aniga aan yeesh aanaa leh, hadduu ninka siyeeshana waan raaligelinayaa, waxaan bixinayaa raaligelinay magdhow. Okay baa la yiri, isla markiiba hospitaalka la geeyey, waa laga baaray. Jawaabta waxay soo baxday wii kadib. Wii kadib maxaa soo baxay isleedihiin? Wii kadib waxaa soo baxday ninkii derbiga ka booday oo ilmaha yani raadinaya cadeynta qofkii dhalay, wax kasta raadinaya in asiga uu ilmaha uu noqday aabaha runta ilmaha dhalay. Waa fahanteen? Ninkan kale ee guriga jooga ee ilmaha caaniisa bixinaya, ee dayberkiisa bixinaya, ee wax kasta bixinaya, maba uusan ahaynba ilmaha ilmuhu asiga dhalay. Naagtan ayadu way ogeyd ninkaas inuu ilmaha dhalay, laakiin ma aysan rabin ninkaas inuu xiriir dhex maro, because way iskala tageen. Saas daraad ninka diyaar uma ahayn inuu xiriir wada yeeshaan, because qofka marka ilmuhu dhasho waxaa idin dhex maray xiriir. Soo marka naagtan taas ay diidaysay, naagta waxaa la yiri haye cadday runta, maxay tahay sababta aad runtaan u qoraysay?
waxay tiri in ninkaasina ceeb aan nabcahay dartiisa waxay ugu qasabtay in ilmihiisa xitaa aan ka qariyo. ilmihii automatically ninka wuxuu yiri ma qaadi karta yani mas-uuliyadda maxkamada isla koreer qareenay qabsadeen automatic maxkamada waxay ilmihii siisay aabihii siisay laakiin waxaa la yiri waa inta uu ka gaaray ilaa sanad waa inay hooyada hayso because naas buu cabaa waa ila fahanteen ninka kalena isla meeshii buu ku dilaaqay because nin ilmuusan dhalin korinayo oo lagu yiri ilmahan adaa dhashay wuu ahaa saas daraadeed markii isla markii meeshuu ku dilaaqay because wuxuu is dhahay ilmahan adigaa dhashay afar gabdhood hore u joogtay wiil yar baa kugu soo darsoomay raggan wiilasha aada u jecel yihiin aa la dhahay soo marka wuxuu siri wiil yar baa kugu soo darsoomay wiilkii wuxuu siinaya yacni wax aanan macquul ahayn su u daryeelaya maasha allah ahayd soo marka meeshii baa sigan ku dalaaqay gabadhii ilmaheeda meeshii ku haysatay laakiin ilmaha lama bixi karto oo waa ilmo lagu ilaalinayo oo kalsooni badan ku haysan inay waddanka kala baxdo ninkaas waaba geesi bu waayo ilmihiisa inuu xaqiijin oo ilmihiisa yaa dartiisba hadduusa derbi uga soo booday wallahi waa geesi waxaa la yiri sida kugu suurta gasha inaa kasoo boodid wuxuu yiri maalintii waxay aadaan uu yiri shaqo soo marka waxaa qasab igu noqotay in gaariga ninka aan gadaal kasoo galo markuu xafiiska tago uu tago oo yacni uu rabo haddana guriga inuu kusoo laabto inaan gaariga gadaal kasoo galo oo maalmo dhan xitaa aan shaqo la-aan u ahay daraadiis inaan gaariga gadaal kasoo galo gaariga markii aan soo galo qolka ilmaha meesha ku aadan meel yaroo miraayad ha jirto miraayadi aan jaray aan yacni jebiyey marka hooyadan inay tahay hooye kala maqan ilmaha yar qolkiisa maba eegtaba daaha unba u deysan aroortii way soo gashaa waa un la nadiifiya waa laga tagaa daaqadna looma furo waxna looma furo marka wuxuu meesha baan kasoo gala jir ka bixi jira derbiga guriga u leeyahayna waan ka boodi jiray soo marka ay qasan sii ku dhan tahay dhammaantiin aadoo maasiti waa qasiro iska fani maadaama ayaantaan aan kusoo jirnay qasiro iska dheero iska murugay iyo xanuun badan saas daraadeed marka waxaan sidaa qasadayaro iska faniga asxaabtaada la wadaag dhammaantiin waa idin wada jeclahay bris janalka sheergareya waayo sheergareyntiin waxyaaba far badan isaacideysa views waa la stop gareyna marka blis hala sheergareyo qof kasta qof kale ku sheergareyo social media kale lagu sheergareyo please like ta noo saar subscribe noo saar hadduu subscribe ku dhammaantiin waa idin wada jeclahay.